مشاهدينا شهداء الواجب من أبناء البحرين اليوم ذكراهم حاضرة في وجدان الوطن وضميره اللي يحتفي فيهم في يوم مقرون بيوم فرح وبهجة حتى تبقى أسماءهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ مملكة البحرين. الوطن يا نورة والمشاهدين الكرام غالي وفي سبيله تهون الأنفس، فهو الحصن الذي تجتمع جميع قلوب أبناء الوطن الشرفاء دفاعا عنه. وبالحديث أكثر عن يوم الشهيد يسعدنا نحن نستضيف الاستديو معانا النقيب صالح عادل الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك. شكرا يا أخوان، مشكورين على هذه الاستضافة وهذه البادرة الطيبة اللي تقومون فيها. الله يسلمك، حياك الله. شرفين فيك، سلمك الله وحيا الله من يالنا. الله يحييك يا أخوي. في البداية احنا ودنا أيضا نتعرف على يوم الشهيد، أهمية يوم الشهيد. طبعا يوم الشهيد هو يوم من أعز الأيام على قلوب البحرينيين، ومن أكثر الأيام فخرا في البحرين. التضحيات اللي قاموا فيها شهداء الوطن راح تكون محفورة في تاريخ الوطن وقلوب البحرينيين كذلك. نعم، اليوم تاريخ 17 ديسمبر، وهناك أيضا لفتة كريمة من سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه بتخصيص يوم 17 ديسمبر يوم الشهيد، وأيضا يتزامن هذا اليوم مع أعياد مملكة البحرين الوطنية. اليوم من خلال حضورك سلمك الله، شلون ممكن نقدم الكلمات المعبرة عن هذا الاقتران ما بين أعياد مملكة البحرين الوطنية وأيضا يوم الشهيد بأمر سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم؟ نعم، بداية تقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كذلك سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عيد الجلوس. طبعا لا يخفى على الجميع تاريخ 17 ديسمبر من كل عام، ويوم ميز البحرين والبحرينيين كذلك، فهو يصادف عيد جلوس سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وكذلك يوم الشهيد البحريني. وأما بالنسبة للمبادرة اللي صارت، فجزاه الله ألف خير سيدي جلالة الملك المعظم على إطلاق هذا اليوم التاريخي في البحرين اللي هو 17 ديسمبر من كل عام. فهالشيء اندل، فهو يدل على مدى اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة في تضحيات أبنائه المخلصين في سبيل الوطن. نعم، يعطيك العافية، إن شاء الله راح نستكمل حديثنا معاك أستاذ بعادل عافية، ومازلنا متواصلين معكم مشاهدينا مع النقيب صالح عادل الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. حياك الله من جديد. الله يحييك. وطبعا انت تشوف ما شاء الله أجواء الاحتفالات، فاحنا يعني اذا تسمح لنا دائما ناخذ منك كلمة بمناسبة يوم الشهيد، ننتقل ايضا حق أجواء القرية ان شاء الله. أكثر الاحتفالات مطلوبة وجميلة صراحة، الواحد يشوف هاي الاحتفالات في الوطن. الله يحفظك. نبي نعرف شنو دلالات الاحتفاء بيوم الشهيد في مملكة البحرين. طبعا دلالات الاحتفاء بيوم الشهيد في لها صور عديدة، فمثلا لو بنتكلم عن الناحية الإعلامية، فإن في هاي اليوم نشوف ونلاحظ دائما في السوشيال ميديا يتم نشر المواد الإعلامية المتعلقة بذكرى الشهداء وتضحياتهم في سبيل الوطن. أيضا كذلك من الناحية الاجتماعية نشوف الناس، وما شاء الله حاليا التفاعل كبير مع لبس وردة الشهيد في هذه الأيام، فهذه كلها تدل على أن مظاهر الاحتفاء لدى الناس بيوم الشهيد تلقى تفاعل كبير حاليا، والحمد لله. الحمد لله. طبعا نشوف أبو سعيد، احنا دائما الناس ما شاء الله يحبون وردة الشهيد. صحيح. هذه الرازجية. نعم. لكن كثير من الناس ما يعرفون شنو قصتها. لذلك معاك سلمك الله بنتكلم عن دلالات الرازجية ونتكلم عن معانيها وأبعادها، وأنا أيضا أباخذ منك مثلا أو باخذ منك سلمك الله الكلمة اللي قلت تفاعل الناس. احنا تفاعل الناس شهدناه ولاحظناه مع وردة الشهيد من تاريخ 9 ديسمبر، فأنا بنتكلم معاك سلمك الله عن دلالاتها. نعم، هي زهرة الرازجية عبارة عن نوعين تم دمجهم، اللي هي زهرة الرازجية وسعفة النخيل، فتم دمجهم. طبعا زهرة الرازجية هي معروفة أنها هي زهرة تقليدية في البحرين وما شاء الله منتشرة بكثرة، فتم دمجها مع سعفة النخيل عشان تمثل رمز للسلام، وهو ما تمشي عليه مملكة البحرين اللي هي بلد السلام أو أرض السلام. فاحنا نشوف الناس يلبسونها من تاريخ 9 الى 17 ديسمبر من كل عام، فهو شيء جميل صراحة. والجميل ان معاك سلمك الله ومعاك نورة ومع المشاهدين الكرام راح نشوف ايضا تقرير عن وردة الشهيد.
من شموخ نخل هالأرض اللي نزرع فينا عشقها، رويناها بعطائنا وسقيناها بانتمائنا. من صغرنا عرفناها رمز عزتنا وفخرنا، وليه ما كبرنا ترسخت فينا أصالتها وتجذرت فينا محبتها. في فرحتنا لقيناها ما نسيناها، تجدد فينا ذكراها، وفي كل مراحلنا معاها من المهد لين اللحد احنا باقيين على العهد. واجبنا الاخلاص والوفاء، الكل روح فدت هالبلد، نبقى لكم عزوة وسند. رجعنا لكم مشاهدينا ويا اهلا وسهلا فيكم. قاعد نشوف الاحتفالات يمكن بالكاميرا الدرون، وقاعد تروين ايش كثر ما شاء الله الحضور والناس اللي متواجده في القريه. الله يحفظهم ان شاء الله جميعا يا رب، ان شاء الله الكل يستانس ويستمتع. وبس كان لي تعليق على التقرير اللي شفناه من شوي عن الرازجيه ابو سعيد، وحتى طبعا اخوي نقيب صالح، النساء يحبونها في مملكه البحرين، وحتى هي تعتبر للزينه. صحيح. يعني الرازجيه يلبسونها في العروس، يلبسونها في المناسبات السعيده، فلذلك شيء وايد رائع ان احنا نشوفها اليوم الرازجيه، نشوفها ايضا توثق كشعار لشهداء الواجب رحمه الله عليهم. دلالاتها نور ايضا نقيب صالح والمشاهدين الكرام، دلالات جدا جميله ومميزه. نتكلم اليوم على لونها يمثل الطهر، النقاء، يمثل طيبه. صحيح. على البحرين، واليوم نحتفي من خلال ايضا الاسعافه اللي تدل اليوم على الشموخ، مرتبطين بأهل البحرين بالشموخ وبالرفعة. نتكلم اليوم على ارتباطها بالشهيد، فرفعة وشموخ ومنزلة الشهيد لدى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأيضا لدى شعب مملكة البحرين. لذلك اليوم تخلد اليوم سجلاتهم في صفحات التاريخ، ونحتفي اليوم ونعتز بأدوارهم من خلال رازجية وردة الشهيد. صحيح. نستكمل معاك سلمك الله، نستكمل معاك نورة، بس أنا عندي طلب بسيط. تسمح لي؟ تفضل. أبو فهد سلمك الله، نبي قهوة حق ضيفنا عشان نقهويك سلمك الله من قهوتنا. ساعة المباركة. طبعا نشكر الوطن للضيافة على القهوة المميزة، يعطيهم العافية. ترى هاي القهوة اللي ندورها عند الوطن. انا سلمك الله. نقيب صالح، انا سلمك الله، يعني ادور القهوه الزينه اللي تجيب الراس وتقنده، فموجوده عند الوطن. اي نعم ما شاء الله، يعني مزعفره ومهيله. سلمك الله. صحيح. الله يسلمك استاذ. اليوم احنا نبي نعرف دور وزاره الداخليه في دعم اسر شهداء الواجب. طبعا توجيهات سيدي معالي وزير الداخليه حفظه الله، توجيهات واضحه ان يتم تلبيه كافه انواع الدعم لاهالي وذوي الشهداء، فمن ناحيه الدعم الاجتماعي والنفسي، او حتى من ناحيه الدعم المادي والصحي والتعليمي الى اخره. صحيح. فمؤخرا ايضا تم استحداث فرع الرعايه الاجتماعيه والدعم النفسي للموارد البشريه في وزاره الداخليه، عشان يكون حلقة الوصل ما بين أبناء وذوي الشهداء وكذلك باقي الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، تلبية كافة الاحتياجات. فإحنا لو بنتكلم عن الدعم، فالدعم لا محدود من سيدي معالي وزير الداخلية، بالتحديد أن يتم إشراكهم، إشراك أبناء وأهالي الشهداء في كافة الفعاليات كذلك. على طار اليوم نقيب صالح عادل الحادي، على طار اليوم أبناء الشهداء وأسرهم وذويهم اليوم، وخلال حضوركم في وزارة الداخلية وما تقدمونه اليوم لأبناء وأسر الشهداء، نتكلم
عن شيء أنا لمسته ولاحظته عن أبناء الشهداء، شوفوا موجودين في الاحتفال الذي أقيم اليوم في صرح وميدان الشهداء، لابسين البدل العسكرية وحاضرين. تكلم اليوم عن الاحتفاء الذي أقيم بحضور سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الاحتفاء بيوم الشهيد اليوم. فاليوم نشوفهم موجودين بالبدل العسكرية وأيضا تشركونهم اليوم في مختلف الفعاليات والأنشطة. فاليوم بنتكلم عن هذا الدور، واليوم شلون نحفزهم ونشجعهم وخليهم يستذكرون اليوم ببطولات أبائهم اليوم ما قدموا لهذا الوطن، من خلال مثل ما تفضلت اليوم الفعاليات، ومن خلال شعارهم بأهميتهم من خلال البدل العسكري. نعم، بلا شك أن يتم إشراك جميع أبناء الشهداء في جميع الفعاليات، سواء كانت عن طريق التي تقام عن طريق وزارة الداخلية أو حتى في المشاركات المحلية اللي تقيمها باقي الجهات الأخرى. لو بنرجع شوي قبل فترة، فإن أيضا وزارة الداخلية قامت احتفال لأبناء الشهداء من الطلبة، طلبة المدارس، تكريما لهم على انتهاء الفصل الدراسي وتحفيزا لهم، تقديم التشجيع لهم علشان يبذلون المزيد من الاجتهادات في المجال الدراسي. نعم. طبعا احنا اليوم نبي نوجه طبعا تحية شكر، ودائما يعني نمسك على يدهم امهات وزوجات شهداء الواجب، ولهم وقفات صراحة شجاعة يشكرون عليها ويقدرون عليها. خبرنا شلون انتم تصفون هذه الوقفات، شلون ممكن ان احنا نقدر يعني اليوم نكافئهم حتى لو بالكلمات البسيطه على وقفاتهم الشجاعه اللي نشوفهم من بعد طبعا ما مروا بهذا المحنه اللي مروا فيها. نعم، طبعا يوم الشهيد من اعز الايام في مملكه البحرين واكثرها فخرا، تضحيات اللي قدموها الشهداء في سبيل الوطن وحفظ الأرواح هي تضحيات راح تظل محفورة في تاريخ الوطن. وأيضا حتى الأعمال أو التضحيات اللي قاموا فيها أهالي الشهداء، هذه تعكس مدى الوفاء والإخلاص والانتماء في حب الوطن، القوة والشجاعة والوقفة. نعم. والثبات صراحة الله يجزيهم خير، يعني يجزيهم خير، وفعلا فاهمين قيمة التضحية من أجل الوطن، يعني هذا الشيء اللي احنا لاحظناه فيهم. نعم. الله يجزيهم خير ويعطيهم طولة الصبر، والله يرحم شهدائنا. آمين يا رب. نقيب صالح عادل الحادي، وأيضا المشاهدين الكرام، عام بعد عام نرى أبناء الشهداء يقفون بشجاعة وقوة وفخر واعتزاز تكريما وإجلالا لأبائهم، وبعضهم أيضا يطمح عند الكبر أن يصبح جندي من جنود الوطن ويسير على مسار آبائه، وأيضا يخلد ما فعله الآباء أيضا والأجداد على امتداد سيرة مملكة البحرين، كونها سيرة زاخرة بالفداء والتضحية لتراب هذا الوطن الغالي من عهد المؤسس أحمد الفاتح ومنذ عام 1783 ميلادية. لذلك التضحيات مستمرة لهذا الوطن المعطاء. احنا نشكرك النقيب صالح عادل الحادي على تواجدك معنا، نقول يعلن مثلكم مايد وبيض الله وجوهكم على عطائكم. يمكن هذا اللقاء البسيط ما يوفي جهودكم، ولكن بإذن الله تعالى تلفزيون مملكة البحرين نستمر معاكم في إبراز جهودكم. الله يعطيكم العافية، والله بيض وجهكم وما قصرتوا على جهودكم اللي تقومون فيها. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا. أتوقع أبو سعيد الآن نذهب إلى لقطات عامة حق القرية ونرجع مرة ثانية معكم مشاهدينا، خلكم ويانا يعني.